يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا لم أقل زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أقول زرت الرسول عليه الصلاة والسلام أم ماذا أقول؟ تقول سلمت على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، سلمت عليه. نعم. وإن قلت زرته فلا مانع، لأن مالك إنما كره هذا لأنه لفظ لم يرد ولأنه مجمل. فإذا كنت تقصد بذلك أنك سلمت عليه، زرته يعني سلمت عليه، فلا بأس. نعم.